في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات عقب إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان حسن المدعو أبو الدحداح بالقرب من بلدية العنصر بجيجل يوم 16 ديسمبر 2020. كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي اليوم إثر عمليات بحث وتمشيط على مستوى مناطق جبل أزان وتباولات والشعرة بولاية تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، كشفت مخابئ للأسلحة والذخيرة تحتوي على منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع ستريلا دوزام، صاروخ من نوع ستريلا دوزام، ومدفع هاون عيار 60 ملم، 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، 10 قذائف هاون عيار 60 ملم، و4 قذائف خاصة بالقذف الصاروخي RPG-7، و5 بطاريات خاصة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات ستريلا دوزام، و5 قنابل تقليدية الصنع، حزام ناسف، 5 مخازن ذخيرة، و5 هياكل صواريخ هاون عيار 60 ملم، و39 هاتفا محمولا مجهزا بقنابل تقليدية الصنع، و304 طلقات من مختلف العيارات، ونظارة ميدان، و4 حواسيب محمولة، ولوازم مختلفة للإعلام الآلي. بالإضافة إلى معدات تفجير وألبسة ومواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى. هذه العملية النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا تؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي على تطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.